الله أوقاتكم بكل خير. متابعي الطقس العرب في السعودية، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال ساعات نهار اليوم بإذن الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض أثناء وقت الإفطار بحول الله، حيث يكون الطقس مغبر، درجة الحرارة 35 درجة مئوية، الملموسة 32، الرطوبة 24، أما الرياح تكون معتدلة السرعة. أنتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس مستقر في سكاكا 25 إلى 16، عرعر 24 إلى 17، تبوك 27 إلى 16. أما بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة، أتربة مثارة 34 إلى 21، جدة غبار خفيف 36 إلى 23، مكة المكرمة تفرق لبعض الغيوم 36 إلى 26، الطائف 29 إلى 19. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة طقس مشمس 26 إلى 19، أبها 28 إلى 17، جازان 34 إلى 29. المنطقة الشرقية تأثر بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، لكن ارتفاع كبير على درجات الحرارة. الدمام تسجل 45 درجة مئوية كحرارة عظمى، 26 كحرارة دنيا، الإحساء 44 إلى 27. أما حفر الباطن، أتربة مثارة 33 إلى 22. بالنسبة للمنطقة الوسطى، الرياض 40 إلى 25، بريدة 34 إلى 19، أما حائل 27 إلى 13. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.